وكم من امرئ إذا بدأ في كتب الفقه فقرأ في كتاب الطهارة مفتتحا بباب المياه فرأى ما فيه من التفريع والتشقيق وما فيه من التقسيم والتنويع، استشكل هذا الباب واستصعبه، ثم استصعب كتاب الفقه أو علم الفقه كله، حتى إنه مما يستطرف أن أحد المشايخ عليه رحمة الله كان يقول: لا أحصي الذين بدأوا علي في قراءة متون الفقه، ولكن أغلبهم يبدأ بكتاب الطهارة ولا يجاوز باب إزالة النجاسة، لأنه يستصعب الفقه ولا يستمر عليه. ولذا فإن مما يقوي طالب العلم في الاستمرار أن يكون الكتاب الذي بدأ به سهلا وأن يكون مختصرا، فإذا أنجز هذا الكتاب وأتمه فإنه يكون قد نال علما جيدا ومر على جل أبواب الفقه، فحينئذ قد حصل درجة من درجات العلم.